بدي اقول الف مبروك لقناه زاكروس باللغه العربيه من كل قلبي، اتمنى لها الانتشار على كل الوطن العربي ان شاء الله. مبروك لقناه زاكروس انطلاقه بالعالم العربي نادر الاتاي. مبروك قناه زاكروس انطلاقتها الجديده بالعالم العربي، ان شاء الله كل التوفيق يا رب. جزاف عطيه. مبروك لقناه زاكروس انطلاقتها الجديده باللغه العربيه، معكم دليدا خليل، تابعوا اخباري. بدي اقول لكل المشاهدين وين ما كانوا عم يشوفونا، بدي بارك لمحطه زاكروس بانطلاقتها الجديده وباللغه العربيه اكيد، بدي اقول لهم الف مبروك، ان شاء الله يا رب من نجاح لنجاح وبتحققوا النجاح الكبير الكبير بنسبه مشاهده كثير كبيره. بحبكم كثير على زلزال. مبروك لقناة زاكروس باللغة العربية، بتمنى لكم كل التوفيق وبدي عايد كل المشاهدين. رمضان كريم، ميشيل أزي. بدي أقول ألف مبروك لقناة زاكروس، بتمنى لكم الخير يا رب، ودايما إن شاء الله بتغطوا بكل العالم، بتمنى لكم من كل قلبي. أنا نجوى سلطان، رح غني لكم رد رد يا قلبي رد، لا تبقى يما رد، كثرة جروح علي وبها نغلت من عيد، رد رد يا قلبي رد. معايدة من القلب لقناة زاكروس بإربيل بانطلاقتها الجديدة باللغة العربية، أكيد بتمنى لكم كل التوفيق من قلبي وإن شاء الله دوام النجاح يا رب. مني أنا لألكم كريستينا سوايا. بدي أقول ألف مبروك لقناة زاكروس انطلاقتها الجديدة باللغة العربية، بحبكم دانيالا رحمة. مبروك لزاكروس بانطلاقتها الجديدة باللغة العربية فاليريا أبو شقرة. بحب أقول مبروك لقناة زاكروس انطلاقها باللغة العربية الفصحى، مبروك. ألف مبروك لقناة زاكروس باللغة العربية، ميلاد يوسف. بوجه تحية لأهل أربيل اللي غنيت عندهم وكانوا بمنتهى الضيافة والكرم والذوق والأخلاق بكل شيء. مبروك لقناة زاكروس انطلاقتها بالعربي، نجوى كرم.